اليوم كروكر تحدث عن هذا الأمر حينما قال إن انسحاب البعثة الدبلوماسية هذا إشارة مثيرة للهلع أو إشارة خاطئة للحلفاء في العراق، وينبغي أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الصبر الطويل، وبالعكس قال ينبغي أن نعزز وجود بعثات الدبلوماسية مع وجود القوات الأمريكية، بمعنى أن هناك حتى انتقاد من دبلوماسيين سابقين أو قبل يعني شخصيات أو مفكرين أمريكيين يعتقدون أنه هذا الانسحاب خطوة يعني خاطئة مهما كانت مسبباتها. لكنه لو تلاحظ، أنا أعتقد الرئيس الأمريكي ترامب أكثر شخصية أو أكثر رئيس أمريكي كان صادقا مع وعوده الانتخابية. لو تتذكر هو وعده الانتخاب كان انسحاب من المناطق أو مناطق الحروب التي لا نهاية لها، هو هكذا اسمها نعم. في فترة لا نهاية لها، ولذلك بالأمس حتى وفاجئ الجميع، لأن كان في أفغانستان، لأن كان هناك الحديث أنه ستبقى من 8600 سيبقى 4000، وقبل يوم صرح أحد المسؤولين الأمريكان أنه سيبقى 4000. فاجئ الجميع ترامب أمس أنه سوف يسحب جميع القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول أعياد الميلاد، بمعنى أنه هذا القرار كان مفاجأة للجميع. لكنه في داخل ترامب أيضا حتى يظهر للناخب الأمريكي أنه صادق بوعوده بالانسحاب مع مناطق التي لا نهاية لها أو الحروب التي لا نهاية لها، ولذلك هو يعتقد أنه أيضا الانسحاب من العراق هو جزء من هذه الرؤية. لكن أعتقد هذه رؤية خاطئة، لأنه حينما تسحب القوات الأمريكية هو بالفعل انتقد أوباما حينما ما سمي بالانسحاب المسؤول، اللي يعني بدأ مع بوش بالاتفاق، لكن فكرة انسحاب المسؤول هو قال هو اللي أدى لظهور ظاهرة داعش في النهاية، لأنه انتقدها هذه الخطوة الانسحاب. أعتقد تكرار هذه الأخطاء في عراق غير مستقر، سوف تصبح العراق عبارة عن محافظة إيرانية، من الصعوبة بمكان حقيقة تصور أنه انسحاب التحالف الدولي، هو لن يبقى تحالف دولي حقيقة، إن انسحب الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد لن يبقى شيء اسمه تحالف.